بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا درس 11 في بيان أخطاء المصلين. ومن الأخطاء التي نشاهدها وهو دخول المصلي يوم الجمعة، دخول الإنسان يوم الجمعة والإمام يخطب فوق المنبر فيشير بيديه هكذا فيكبر وكأنه يكبر الله أكبر، يكبر ثم يجلس، وهذه بدعة وخطأ لا تعتبر. إذن هذه صلاة، وإنما يجلس الإمام يخطب عند المالكية، يجلس. ودليلهم في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي دخل المسجد يتخطى الرقاب، قال له اجلس فقد آذيت وآنيت. وكذلك في شأن من لغى في يوم الجمعة وقال أنصت فقد لغى، فهذا دليل كذلك في أن يجلس داخل المسجد والإمام يخطب يوم الجمعة. كذلك من الأخطاء التي نشاهدها عند الناس، وإذا قبض فيضع يديه تحت سرته، وهذا خطأ. فإن الذي يقبض يضع يديه على الصدر هكذا، على الصدر. وثم كذلك من الأخطاء التي نراها في المسجد، وهو الناس يمدون أرجلهم نحو القبلة، وهذا فيه كلام عند العلماء وعند الفقهاء. ثم كذلك من الأخطاء وهو أن يتوجه، أن ينحرف الإنسان يوم الجمعة عن الإمام فيعطيه بظهره، أو أنه يسند ظهره إلى السارية وهكذا ينظر إلى جهة الجنوب أو ينظر إلى جهة الشمال والإمام فوق المنبر يخطب. فمن الآداب والمستحب أن ينظر إلى الإمام وأن يرمقه بعينيه، وذلك فيه ما فيه من الانتباه والاستماع والإصغاء إلى الإمام، لأن الإمام إذا خطب الإمام والخطيب يوم الجمعة فوجب أن ننصت وأن نستمع إليه. كذلك من الأخطاء الناس يتأخرون عن صلاة الجمعة، يسمعون الأذان وربما يبيعون ويشترون أو يتأخرون في الوضوء فيأتون والإمام يخطب فيحرمون أنفسهم، بكثير من الأجر. وتعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه من جاء في الساعة الأولى فكأنما قدم وقرب بدنة، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب كبشا خروفا، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قدم بقرة، والساعة الثالثة فكأنما قدم كبشا، والساعة الرابعة فكأنما قدم دجاجة وقرب دجاجة، والساعة الخامسة الأخيرة كأنما قرب بيضات. إذن هنا التفاوت في الأجر، فالناس ينبغي أن تبكر لصلاة الجمعة ولأداء الجمعة ولاستماع الخطبة، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.